الله وبركاته. متابعينا الكرام، في الجزء السابق بدأنا بالفستان البسيط السهل ده، عايزة اسميه من الفسيخ شربات بصراحة. ان شاء الله يبقى شربات جدا. اعملوا لايك يا احلى متابعين في الدنيا علشان تشوفوا النتيجة معانا مبهرة جدا. هسيب لكم رابط الفيديو السابق او الفيديو او الجزء الاول في صندوق الوصف عشان تعرفوا ازاي بدأنا، ازاي سهلنا الموضوع. ربنا يسهل علينا كل حاجة يا رب، اللهم امين. اهو انا بكمل صفوف الدانتيل اللي بعمل لها كسرات خفيفة. قلنا الدانتيل ده الدستة الكاملة تقريبا بعشرين جنيه. انا عايزة اقول لكم هتعملك فساتين للمسلم كله، يعني ما شاء الله. انا بستخدم الدستة من قبل شهر رمضان بشهرين، ولسه اهو الحمد لله مكملة معايا اهو، متوفرة في كل المحلات يا جماعة. قلنا المسافة ما بين شرايط الدانتيل دي 4 سنتي ما بين كل شريط والتاني اهو، زي ما حضراتكم شايفين كده. عملنا كل الدانتيل اللي احنا يعني خلينا الصدر كده ما يبانش خالص بيضات. ايه، هو حد يقدر يقول ان ده اصلا بيضات؟ ده دانتيل، ودانتيل جميل كمان، وفستان اميرات من الاخر. تمام. طيب بصوا بقى، هروح حاطه كده الاكتاف على بعض، مش هخيط الكتف، مش هخيط الكتف، انا بس بحط دبوس اهو. تمام. الحاجه اللي هخيطها ايه؟ الحاجه اللي انا هخيطها الابط ده، دوران الابط بالشكل ده كده. طيب اتاكد بس ان اتجاه الدانتيل كله لتحت اهو. رائع جدا جدا اهو. التفتيح بتاعي ما انساهوش، الكتف الناحيه الثانيه كمان، ودوران الرقبه. ما لكش دعوه بكل الدانتيل اللي طالع ده اهو، اهم حاجة بس الدانتيل كله يكون في نفس الاتجاه، ما كيش دعوة بيه خالص اللي نازل ده، الزيادة ده خالص، الزيادة دي بعدين تتشال اهو. اهو بقص الزيادات بالشكل ده كده. نعمل لايك علشان نتابع الفستان ده، مهم جدا. وبفتح الخياطه بالشكل ده كده، مهمه قوي، خطوه ما ينفعش ان انا ما اعملهاش كده. انا خلصت الجزء الامامي اللي هو اهم جزء في الفستان اهو، شايفين ده كده الكتف. بصوا بقى، ريحتي نفسك من ايه هنا؟ ريحتي نفسك من ان انا اعمل سجاف ويطلع حلو او يطلع وحش او ما اكونش راضي عنه. اهو هو الفستان الجاهز بيكون ايه غير كده اهو. تمام. بصي بقى، اشتغلي بخطوه، يعني موضوع الفساتين بالذات، موضوع اي حاجه تعمليها اعمليها ببطانه، هترتاحي جدا. اهو ده ظهر الفستان، ده ظهر الفستان. ليه ما طلعش كل نتيجه شغلي بالطريقه دي؟ ليه دايما ابحث عن الحاجات الصعبه واعمل شرايط مكلكعه كده وشكلها مش لطيف؟ ودايما اقول انا ما برضى، مش بكون راضيه عن الفينش بتاعي. اهو المشكله، ده دوران الرقبه وده كده الابط. تمام. ده كده اول جزء، اتمنى تكون النتيجه كده يعني مبهجه زي ما انا شايفاها. طيب ده كده الخلف. الخلف انا بس بفتح فتحه كده في النص عشان تسهل عليا ان انا مثلا احط زراير او سوسه او اي حاجه، زي ما انت عايزه، زي ما انت حابه. تمام. طيب نفس الحكايه، بخيط دوران الرقبه اهو، وبنزل على الفتحه بالشكل ده كده. طبعا لو هتركبي زراير وتحطي الخيوط اللي هي بتاعه الزراير، تمام، بتتباع برده في محلات ادوات الخياطه، او تعملي كده ضفيره بكروشيه ولا حاجه وانت قاعده ما تشتريش حاجه اهو. ده كده شكل الخياطه. تمام. هخيط بس الكتفين عشان اوريكم شكلها، الابطين عفوا. اهو يا جماعه الخلف زي ما حضراتكم شايفينه بالشكل ده، ده الفينش اللي انا عايزه اشوفه منك دايما اهو. ما تدوريش على الصعوبات، لو عملتي ده هتكوني راضيه عنه جدا 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 اهو. تمام. يبقى ده مغلق وده كده مغلق، انا مسايبه غير الكتف مفتوح
والجزء الاسفل ده هو اللي مفتوح اهو بس. تمام. طيب وده الامام، شايفين جماله وبساطته؟ يعني اتحداكي، اتحداكي بجد وبقلب جامد قوي تقولي لي ان ده بيضات. بيضات منين؟ ده دانتيل، ودانتيل كمان راقي جدا. تمام اهو شايفين انا بحط الجزئين كده. يا اما تركبي الكتف بالشكل ده لتحصلي على افضل نتيجه وافضل فينش، يا اما خلاص مبتدئه انت ممكن تخيطيه بالشكل ده اهو كده عادي وخلاص الموضوع خلص زي ما انت عايزه. تمام كده معاكي وكده معاكي، انا مش عايزه اصعبها عليكي. هنعمل هنا اوفر وفي نفس الوقت هنحس برضه ان الفستان نضيف. ممكن تروحي مدخله ده كده اهو جوه دي بالشكل ده كده وخيطها فاحصل على نتيجه مثاليه اهو. روح مخيطه بالشكل ده كده فاحصل على نتيجه مثاليه، احصل على النتيجه دي. تمام زي ما حضراتكم شايفين كده اهي، ومن الظهر بالشكل ده، وبسيط قوي وسهل قوي انك توصلي للمرحله دي لو قمتي حالا سبتي الخوف اللي عندك ده وابتديتي اهو. ده كده عندي من الظهر زي ما حضراتكم شايفين، بتحطي رباطه كده هنا مع زرار وبيبقى دي شكلها في الخلف. تمام. طيب وده شكلها في الامام كده من ابسط ما يكون. نفس الاختيار هسيبهولك هنا في الجناب، يا اما نفس الحكايه اهو تخيطيه بالشكل ده كل الاطراف مع بعض وبرده مش وحش، او عايزه النتيجه المثاليه اهو افتحي بقى كده الجزء ده كده اهو وهاتيه كده مع بعض. شايفين بالشكل ده كده، وده عشان احصل على النتيجه المثاليه. دي النتيجة اللي انا عايزاها اهو، ده كده الجنب وده كده من الداخل اهو. شايفين الفستان من الداخل زي من بره. انا عايزه اقول لك ان يتلبس على الوشين بالطريقه دي ما عليكي غير اتباع الخطوات فقط اهو. تمام. وثبتت الجزء ده في بعضه، خيطت كده الجزء ده في بعضه عشان لما اجي اركب الجزء الاسفل ما يتحركش مني. الجزء الاسفل اهو، واهم خطوه عندي ان انا اتني الطرف عشان استريح. تمام. طيب انا هعمل كشكشه ولازم اوفق الاثنين على بعض، بمعنى نعمل الكشكشه ونشوف ازاي نوفق. الدبوس بتاع الكشكشه اللي قلنا عليه هضيق العيار، الدبوس ده بينفع في كل انواع المكن يا جماعه، لان الدواسه متحركه اصلا في معظم انواع المكن. تمام اهو شكله. لو عملتوا لايك كتير قوي النهارده، لو عملتوا تعليقات كتير قوي قوي باذن الله النهارده هعمل ايه؟ هعمل لكم الجبونه الجامده اللي بتنفش الفساتين بشكل جامد جدا، تبقي عامله الفستان كده تلاقي له منظر تاني خالص بعد الجبونه. ده ازاي ده؟ لما تعملي لنا لايكات كتير قوي قوي وتشجعي الاصدقاء ان هم يعملوا لايكات على الفيديو ده. ادخلوا يا جماعه اعملوا لايك على الفيديو ده، عايزين ام عبد الرحمن تعمل لنا جبونه، علشان الجبونه مكلفه شويه فلازم نعمل لايك علشان نشجع القناه ونحفزها نقدم المزيد والمزيد باذن الله اهو زي ما حضراتكم شايفين. لو انا عايزه كشكشه اكتر بعمل ايه؟ بعمل كمان مره تانية واضيق اكتر. تمام. اروح مضيقه هنا اكتر واروح عامله دور تاني من الكشكشه، لان انا حاسه برضو ان لسه الجزء اللي تحت ده كده واسع، انا حاسه اهو ان هو لسه واسع اهو. بحاول اوفق الجزئين دول على بعض، بمعنى ايه؟ انا بقلب البنيله بتاعتي اهي بالشكل ده كده. تمام. ودي زي ما هي على وشها، واروح حاطه خط الجنب ده على خط الجنب ده، واروح حاطه خط الجنب ده على خط الجنب ده. تمام اهو. لو انا حسيت انه محتاج كشكشه زياده بكشكشها وانا على المكنه، لو انا حسيت انه ضيق هفك جزء من الكشكشه وبس كده. ده موضوع التوفيق ما بين الجزئين ببعض. تعال نشوف الخياطه اهو. اهو الخياطة بسيطة سهلة، انزلي نص سنتي كده عن خط الخياطة اللي انت مخيطاها عشان الخياطة ما تظهرش اهو. تمام. هنا بتتحكمي في الموضوع، هتفكي كسرة او تزودي كسرة. تمام. على
يا جماعة شايفين جماله وبساطته وقد ايه سهل، قد ايه الفينش بتاعه بسيط وسهل. اهو شايفين طوله كمان زي ما انت عايزة، 7 سنين 8 سنين لغاية 10 و11 سنة كمان على حسب الطول اللي بتلبسيه. تمام، عملنا اللي علينا، فاضل تعملوا انتوا كمان لايك علشان نعمل الجبونة اللي هتخلي الفستان ده حاجة تانية خالص ان شاء الله. اتمنى انه يعجبكم وينال على رضاكم، متنسوش اللايك والشير. بشكركم جدا جدا، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.